أهلا بكم إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات المرض، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. نبدأ بالعناوين. أرقام مفزعة في الولايات المتحدة، وحداد في الصين، وتفاؤل حذر في أوروبا. ترامب يقرر منع تصدير معدات طبية كانت مجدولة لكندا ودول في أمريكا اللاتينية. صحف إيطالية تشكك بمساعدات روسيا لإيطاليا، و80% منها ليس لها استخدام يذكر أو عديمة الاستخدام. في لندن افتتاح مستشفى ميداني جديد بقدرة 4000 سرير لاستقبال حالات فيروس كورونا. وفي بريطانيا أيضا وفي أقل من أسبوع، طبيب مسلم رابع يفارق الحياة بسبب كورونا. تركيا توسع الفئات المشمولة بحظر التجوال وتمنع التنقل بين 30 مدينة. مصر تغلق معهد الأورام بعد تسجيل إصابات في طاقمه الطبي، والسعودية تعزل 7 أحياء في جدة. وفي الكويت ليس الجميع الممثل حياة الفهد، كويتي يقدم مبادرة إنسانية ويعفي مستأجرين من دفع الإيجار بسبب كورونا. في سوريا وبعد حملة النظام التشبيحية نقبر ببيتك، تهديد بالشرطي يونس لمخالفي الحظر. أهلا بكم مشاهدينا. بداية نستعرض لكم آخر الإحصاءات في دول العالم حول انتشار فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات في كل بلد، ونتابعها معا على الشاشة. إذن عدد الإصابات إلى هذه الساعة هو 1,139,789 إصابة، أما الوفيات فهي 61,288، وحالات شفيت هي 239,149 حالة شفيت. أما الحالات حول العالم فتتصدر أمريكا كما نرى الحالات في الإصابات ب 278,602 إصابة، بينما حالات الوفيات هي 7,406. في إسبانيا الحالات هي 124,736، أما الحالات الوفيات فهي 11,814. في إيطاليا الحالات هي 120,373 إصابة، أما حالات الوفيات فهي 14,761. في ألمانيا لدينا الإصابات هي 91,565 حالة، الوفيات هي 1,277. في فرنسا الإصابات 82,165، أما الوفيات فهي 6,507. لدينا أيضا الصين 81,000 إصابة و639، أما الوفيات فهي 3,326. إيران ب 55,000 إصابة و743، أما الوفيات فهي 3,452. بريطانيا 41,000 إصابة و903 و4,313 من الوفيات. تركيا ب 20,921 إصابة، أما الوفيات فهي 425. سويسرا 20,278 إصابة، أما الوفيات فهي 632. إذن أحصت الولايات المتحدة 1,400
1,180 حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وهي حصيلة يومية قياسية جديدة على الصعيد العالمي، ما يرفع عدد الوفيات إلى نحو 7,500 وفاة في البلاد. كما قرر الرئيس الأمريكي منع تصدير معدات طبية كانت أصلاً مجدولة لكندا ودول في أمريكا اللاتينية. في أسوأ حصيلة يومية عالمية، سجلت الولايات المتحدة نحو 1,500 حالة وفاة خلال يوم واحد بفيروس كورونا، وهي حصيلة يومية قياسية جديدة على الصعيد العالمي، مما يرفع عدد الوفيات إلى نحو 7,500 وفاة في البلاد. أما عدد المصابين فقد قفز إلى ما يقارب 280 ألفا مع تسجيل 32 ألف إصابة جديدة، وتعد ولاية نيويورك الأكثر تضررا حيث تضم نحو ثلث عدد الوفيات. المستشفيات في الولايات الأمريكية التي تشهد تفشيا متسارعا للوباء باتت تحت ضغط هائل في ظل شح في المعدات الطبية، ومع توقع تسجيل أعداد أكبر من المصابين، تعمل السلطات على إقامة مستشفيات ميدانية في كل من نيويورك وميامي ولوس أنجلوس. وفي الوقت نفسه تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات أكثر تشددا لضمان تزويد الطواقم الطبية والمستشفيات بالمواد الطبية وأجهزة التنفس، وقد قرر الرئيس الأمريكي منع تصدير معدات طبية كانت مجدولة لكندا ودولا في أمريكا اللاتينية. تقول الإدارة الأمريكية إن ذلك يأتي لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي توقع البيت الأبيض أخيرا أن يقتل ما يبلغ ربع مليون أمريكي. وفي حين وصف عمدة نيويورك الوضع بقوله إن المدينة تعيش أحلك أيامها، توقع عمدة العاصمة واشنطن تسجيل ما يصل إلى 93 ألف إصابة بالفيروس في المدينة. في إسبانيا تم الإعلان عن تسجيل 809 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. تعد الحصيلة التي سجلتها إسبانيا اليوم أقل حصيلة وفيات يومية تشهدها البلاد منذ 8 أيام، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 11,744، في حين تم تسجيل أكثر من 7,000 إصابة جديدة بالفيروس. في أوروبا يتحدث المسؤولون في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا عن بصيص أمل مع استقرار وتيرة الإصابات بالفيروس أو تراجعها بشكل طفيف في ظل تواصل الحجر الصحي الشامل. في إيطاليا أشار مفوض الصحة في إقليم لومباديا الذي يمثل بؤرة الوباء هناك إلى تراجع أعداد المصابين بمستشفيات الإقليم، وهو ما أكده ممرض في مستشفى بمدينة كريمونا بقوله: بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق. أما في إسبانيا ورغم تسجيل أكثر من 900 وفاة لليوم الثاني على التوالي، ما رفع الوفيات إلى أكثر من 11,000، تبدي السلطات تفاؤلها بتباطؤ وتيرة العدوى بالفيروس. أما في ألمانيا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أحدث الأرقام المسجلة في البلاد تدفع للتفاؤل لكنه بشكل حذر. وفي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، وقفت الصين 3 دقائق صمتا، وذلك حدادا على المتوفين ومن بينهم العاملون في المجال الطبي. ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، أطلق سائقو السيارات والقطارات والقوارب أبواقهم احتراما لذكرى المتوفين، كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد. شككت صحيفة لاستامبا الإيطالية في مساعدات روسية قدمتها موسكو لروما لدعمها في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد الذي ضرب إيطاليا بقوة. فبحسب الصحيفة الإيطالية فإن 80% من المعدات ليس لها استخدام يذكر أو حتى بلا استخدام.
بالفشل تمنى جهود روسيا لتقديم نفسها كمنقذ لإيطاليا من خطر كورونا، فما أن وصلت المساعدات إلى البلد المنكوب حتى تكشفت حقيقة ما أرسلته موسكو، فجل هذه المساعدات لا يمكن استخدامها في مكافحة كورونا، والكلام هنا لصحيفة الأستامبا الإيطالية. الصحيفة نقلت في أحد مقالاتها عن مصادر سياسية لم تكشف النقاب عنها القول إن 80% من المعدات ليس لها استخدام يذكر أو بلا استخدام، وأشارت أيضاً إلى أن هذا النشاط قد يؤدي إلى خرق أمني بسبب العدد الكبير من العسكريين المشاركين في هذا الأمر. مقال صحيفة الأستامبا هذا أشعل حرب تصريحات بين وزارة الدفاع الروسية والصحافة الإيطالية، فالمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اتهم الصحيفة بتشويه مهمة نبيلة وإثارة مشاعر مناهضة لروسيا ونشر أخبار كاذبة، في حين ندد صحفيون إيطاليون بهذا التعليق على نطاق واسع واعتبروه تهديدا غير مباشر لحياة الصحفي الذي كتب تلك القصص واعتداء على حرية الصحافة. تراشق الاتهامات دفع وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليتان للتدخل في الخلاف، وأصدرتا بيانا مشتركا لشكر روسيا على مساعدتها، ولكن انتقدتا تصريحات المسؤول الروسي التي وصفتها بغير اللائق. وكانت روسيا أرسلت 32 موظفا صحيا إضافة للمساعدات التي كشفت الصحافة الإيطالية عن أن 80% منها ليس لها استخدام يذكر. افتتحت السلطات البريطانية مستشفى نايتنغيل في مركز المعارض والمؤتمرات بلندن، وهو منشأة مخصصة لعلاج آلاف الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. جرى بناء هذا المستشفى الضخم في 9 أيام فقط. المستحيل في بريطانيا أصبح ممكناً، هذا ما أكده ولي العهد الأمير تشارلز، فبعدما أنهى فترة الحجر الصحي جراء كورونا افتتح عبر دائرة تلفزيونية عن بعد مستشفى بلندن في مركز ضخم للمؤتمرات. المشفى مخصص لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وقد أقيم المستشفى بمساعدة الجيش خلال 9 أيام فقط، وهو مزود بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين، وسيكون بإمكانه في نهاية المطاف استيعاب نحو 4000 مريض قابلين للزيادة. وهو المشفى الأول من 6 مستشفيات جديدة ستقام في مختلف أنحاء بريطانيا لمكافحة الوباء الذي بلغ عدد ضحاياه في البلاد نحو 38,000 مصاب مقابل أكثر من 3,600 وفاة. وسببت تلك الأرقام انتقادات بريطانيين للحكومة اتهموها بالتأخر في فرض حجر صحي على السكان، خاصة بعدما أعلن عن 700 حالة في يوم واحد. ووسط تحذيرات من بلوغ الوباء ذروته في الأيام القادمة، وعدت الحكومة بمضاعفة عدد الفحوصات 10 مرات خاصة للطاقم الطبي، كما أعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون الذي يخضع للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا، أعلن تمديد فترة الحجر الذاتي ل7 أيام أخرى لأنه لا يزال يعاني من الحمى. ونبقى في بريطانيا، حيث توفي بأحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن الطبيب المصري المسلم سامي شوشة بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد دامت 2 أسبوع وفق ما ذكره موقع ميدل إيست آي الإخباري، ليكون رابع طبيب مسلم يسقط ضحية لكورونا في بريطانيا. سامي شوشة رابع طبيب مسلم يسقط ضحية لفيروس كورونا في بريطانيا. البروفيسور المصري البالغ من العمر 79 كان طبيبا استشاريا في علم التشريح المرضي وباحثا في مشفى تشارلينغ كورس وكلية إمبريال كوليدج للطب في لندن. ويضاف الطبيب المصري شوشة إلى 3 أطباء مسلمين آخرين سودانيين وعراقي توفوا قبل أيام خلال مزاولتهم أعمالهم في الخط الأمامي لمواجهة الوباء بعد أن تسلل إلى أجسامهم. البداية كانت مع الدكتور حبيب زيدي ذو الأصول العراقية الذي توفى في العناية المركزة في مستشفى ساوث إند في العاصمة لندن، وكان أول طبيب يلقى حتفه بسبب الوباء. كذلك كان مصير الطبيب السوداني عادل الطيار الذي ورغم إحالته على التقاعد لم يتأخر في تلبية النداء الذي أطلقته وزارة الصحة البريطانية لكل متقاعدي القطاع الصحي للعودة إلى العمل، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحاول التصدي لهذا المرض. أما الدكتور السوداني أمجد الحوراني فكان أول كبير أطباء يفارق الحياة بسبب كورونا في بريطانيا،
حيث كان رئيس فريق من الأطباء في المستشفى الجامعي ديربي أند بورتون، وكان تخصصه في الأنف والأذن والحنجرة. ومع بداية المعركة على الفيروس كان في مقدمة من بادروا لإسعاف المصابين قبل أن تنتقل له العدوى، ليلقى ذات مصير الكثير من المرضى. لينضم الأطباء الأربعة لقائمة طويلة من الأطباء والممرضين المسلمين والعرب الذين سقطوا ضحايا للفيروس في مختلف البلدان التي تفشى فيها كورونا. أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الفيروس في البلاد. جملة من الإجراءات الإضافية تتخذها تركيا لمواجهة وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن تمديد الحظر الذي كان قد فرض على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ووسع الحظر ليشمل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، ويضاف إلى ذلك إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية. ويؤكد أردوغان أن إغلاق حدود المدن سيسري لمدة 15 يوماً مبدئياً، إلا أن هذه المدة من الممكن أن تمدد، وذلك وفقاً لما تقتضيه ضرورة. الرئيس التركي شدد في خطاب له أن الأقنعة الطبية ستكون إلزامية في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة والمحال التجارية والبازارات وأماكن العمل، ويمنع الخروج بدونها. هذا التجديد في الإجراءات يأتي بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد والتي بلغت أكثر من 2700 إصابة ووفاة ما يقارب 70 شخصاً بالوباء، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 425 حالة وفاة وفقاً لوزارة الصحة التركية. أما العدد الإجمالي للإصابات فقد فاق 20,000. وفي إيران سجلت وزارة الصحة 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 3450 حالة وفاة، كما سجلت 2560 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 56,000. من جانبه حذر علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في الجمهورية من موجة جديدة لتفشي الوباء خلال الأسابيع المقبلة. عربياً، وفي مصر أعلنت جامعة القاهرة فتح تحقيق في إصابات الطاقم الطبي لمعهد الأورام بفيروس كورونا، وذلك بعد أنباء عن اكتشاف 15 إصابة بالفيروس بين الأطباء والممرضين، وتعود الإصابات لثلاثة أطباء واثني عشر ممرضاً. السعودية عزلت 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم. في الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 241 حالة إصابة جديدة إضافة إلى حالة وفاة واحدة. في سلطنة عمان قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 277. في المغرب سجل 53 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 844 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 12 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 520، من ضمنهم 17 حالة وفاة. في مناطق السلطة الفلسطينية تم تسجيل 11 إصابة جديدة، جميعها لعمال عائدين من إسرائيل ومخالطين لهم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 205. في إسرائيل سجلت 161 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 7589 إصابة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لمالك عقار كويتي يؤكد لمصريين مستأجرين لديه إعفاءهم
من دفع الإيجار حتى يعودوا لأعمالهم وانتهاء أزمة كورونا. لاقى هذا المقطع إشادة واسعة، خاصة أنه أتى بعد أيام من خطاب وصف بالعنصري للفنانة الكويتية حياة الفهد، طالبت فيه بطرد الوافدين خارج الكويت محملة إياهم مسؤولية تفشي فيروس كورونا في البلاد. دفعت مجار ولا ما دفعت مجار؟ لسه ما دفعت، ما تدفعوش حاجه. اجار ما في، ماشي؟ لحتى لما تشتغلوا. طب والمكتب؟ ها؟ اجي بعد اذنك على المكتب لو قال لنا. المكتب لا ترد عليه، ولا ترد على اي مكتب، ولا يجيك المندوب، اذا جاك المندوب هني ظل صاحب الملك قال له لا تدفع الاجار. لا لا خلاص من هالحين ما تدفع الاجار. ماشي حبايبي؟ ها؟ حياكم. يا مرحبا فيكم، في احد عنده كلام بيقول؟ تكلم كلام شيء؟ لا هو ناقصكم شيء؟ لا هو واحد يوم واحد يوم اثنين بيجي يلمنا جوار الحارس اللي هو حسين. حسين المندوب مال المكتب، اذا جاكم ولا شيء لا تدفعوا الاجار. أما في سوريا، كشف ناشطون عن وفاة شخصين في مدينة السلمية شرق حماة، قيل إنه ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفيروس كورونا. يأتي ذلك بعدما عزلت ميليشيا أسد منطقة السيدة زينب وبلدة تمنين بريف دمشق بعد الحديث عن تفشي الفيروس في تلك المناطق. حالتا وفاة بفيروس كورونا في مدينة السلمية بحماة رفعتا عدد الوفيات المعلنة في البلاد إلى أكثر من 16 حالة مسجلة حتى الآن، في حين يقول ناشطون إن عدد الوفيات والإصابات أكثر من ذلك بكثير، ولعل تسريب مصادر موالية صور دفن ضحايا كورونا خير دليل على تعاطي نظام أسد مع هذه الجائحة التي بدأ بالتعامل معها بالإنكار وتجريم الخوض بها ثم ربطها بشكل فج بنظرية المؤامرة. الجيش العربي السوري طهر كتير من الجراثيم الموجودة على أرض سوريا، وصولا لطلب الحجر بطريقة أمنية كما فعل هؤلاء الأطباء بقولهم للسوري انقبر بيتك، أو كما فعلت هذه المذيعة التي طلبت المواطنين بالحجر مهددة بعصا الشرطي يونس الذي ذاع صيته بعدما ظهر في مقطع متداول في دمشق ويطلب منه أحد الضباط بأخذ شخص خرق الحجر الصحي إلى أحد فروع القمع الأسدية. ونصيحة، التزموا في بيوتكم حتى لا تتم معالجة وضعكم من قبل يونس ورفاقه. وفي حين تبدو مصارحة المواطنين علاجا آخر لجأت إليه حتى كبرى دول العالم في أزمة كورونا، يواصل إعلام أسد سطحيته في التعاطي مع هذا الوباء، ووصل إلى حد ترويج أخبار منسوبة لمنظمة الصحة العالمية زعمت أن سوريا ستصبح بلدا ناجيا من كورونا خلال 21 يوما، وهو ما نفته المنظمة الدولية جملة وتفصيلا، فيما أعلنت تزويد النظام بأجهزة ومعدات طبية للمساهمة في مكافحة كورونا، بعدما أكدت الأمم المتحدة أن تفشي الفيروس في سوريا أخذ منحا تصاعديا، وخاصة في سجون ميليشيا أسد التي حذرت جهات حقوقية من تفشي الفيروس في جنباتها. انتشار الوباء في مناطق الميليشيات الطائفية دفع ميليشيا أسد لعزل تدريجي للمناطق، بداية في السيدة زينب التي باتت بؤرة للفيروس الذي تحمله ميليشيات إيران المصدر الأول له في المنطقة، كما طال الحجر تل منين وصيدنايا وسط توقعات بتطبيقه أيضا في جرمانا والتل بعد رصد إصابات بكورونا في المدينتين إحداها حالة وفاة في التل، في حين أفاد ناشطون بوجود جثتين لشخصين قضيا بكورونا في مشفى زبداني، وقد رفض كادر المشفى إتمام دفنهما رغم تخصيص إدارة المشفى مليونا ونصف مليون ليرة لمن يدفنهما في مقبرة نجهة المخصصة لوفيات كورونا. ومع تدني الخدمة الطبية في مشافي ميليشيا أسد، يقلل ناشطون من أهمية حظر التجوال المفروض في مناطق الميليشيا مساء الجمعة والسبت أسبوعيا، فما فائدة الحظر المسائي إذا كان سيتبعه نهارا تكدس المواطنين في طوابير الغاز من جهة والركض خلف رغيف الخبز من جهة ثانية. نشرة أخبار كورونا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
الأذان يصدح في عواصم ومدن أوروبية للتخفيف من فوبيا كورونا. وفي فقرة سؤال وجواب نسأل ما مدى خطورة كورونا على الأطفال الرضع بشكل خاص. وفي فقرتنا الاقتصادية ارتفاع في الأسعار مع غياب السيولة لدى السوريين. في الرياضة، ريال مدريد ينحني أمام عاصفة كورونا. ونتابع في نهفات كورونا، قرد يقلد البشر خشية كورونا. أهلا بكم مجددا. تشهد العواصم والمدن الأوروبية في هذه الأيام بادرة تكافل اجتماعي في مواجهة كورونا، تتمثل في رفع الأذان الإسلامي في الإذاعات الخارجية للمساجد في أوروبا. بحثا عن طمأنينة مفقودة، يرفع الأذان في عواصم كبرى الدول الأوروبية تزامنا مع انتشار كورونا، الوباء الذي وحد الأديان ومعتنقيها في مواجهة خطر واحد، كوفيد-19. هناك في برلين تعلو كلمة الله أكبر. يقول مسلمو المدينة إن سنوات طويلة مرت قبل أن يسمعوا كلمات أذانهم قد ارتفعت في الشوارع الأوروبية، هدفها التضامن الاجتماعي مع الأديان الأخرى في مواجهة الجائحة التي أصابت حتى اليوم أكثر من 500,000 من سكان القارة العجوز. بريطانيا هي الأخرى كانت على موعد مع الأذان في مساجدها. لندن تصدح بالله أكبر بهدف بث السكينة والاطمئنان في القلوب التي أوجلها الفيروس المستجد. الله أكبر. أما في العاصمة مدريد فكان للجالية المسلمة أسلوب آخر في تقديم الشكر للفرق الطبية هناك، حيث صدح الأذان على نوافذ المسلمين في مدريد كنوع من العرفان لجهود أطباء إسبانيا في مكافحة الفيروس. الله أكبر. كذلك فقد شهدت مدن عدة في فرنسا لا سيما باريس وليون رفع الأذان لأول مرة خارج المساجد كبادرة تكافل اجتماعي بين طوائف المجتمع الفرنسي. وفي إسبانيا زوجان سوريان أحمد وأسيل ينشران الغناء والفرح في شوارع إسبانيا من شباك منزلهم لتخفيف وطأة الحجر والتهوين على جيرانهم، وأحياناً يشاركهم المسعفون بالغناء والعزف. Gracias. Cantamos por vosotros.
وفي فقرة سؤال وجواب سألنا الدكتور بشير جمعة استشاري طب الأطفال والرضع خلال استضافته في برنامج العيادة والذي يعرض على تلفزيون أورينت. سألناه عن مدى خطورة فيروس كورونا على الأطفال الرضع بشكل خاص، وكانت هذه الإجابة. طبعا أنا وليد عمره تحت السنة، هذا في عليه خطورة، ومن بعد السنة ل 16 سنة بتقل الخطورة عند الأطفال. فمثلا في إحدى الدراسات اللي درست معدل الوفيات أو الإصابات لقوا أن الأطفال اللي تحت السنة عندهم خطورة إذا انصابوا 10%، بينما من عمر سنة حتى عمر 5 سنوات معدل الخطورة 7%، من 6 سنوات حتى 16 14%، وفوق 16 و3%. هذا الشيء بيعود طبعا إلى تركيب الرئة عند الأطفال. فالرئة عند الأطفال أول ما بيلد الطفل بتكون عنده 2.5 مليون سنخ رئوي، وهذه الأسناخ تستمر بالإزدياد حتى تصبح 300 مليون بعمر 16 سنة. ومع توارد أخبار عن وفاة أجنة لحظة ولادتهم أو بعدها بأيام، سألنا أيضا الدكتور بشير جمعة عما إذا كان فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من الأم الحامل للجنين، وكان هذا أيضا رده. لا ينتقل فيروس الكورونا من الأم إلى الجنين أثناء الحياة الجنينية، ولكنه يمكن أن ينتقل بعد الولادة. ومناعة الأطفال الرضع أو الوليد بتكون ضعيفة، فسهل أن يظهر المرض باكرا بعد عدة ساعات من الولادة. وعن التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس، سلطت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها الضوء على موجة الغلاء الكبيرة التي اجتاحت الأسواق السورية والمظاهر التي تنتشر في الشوارع والتي تشي بعدم الاكتراث بخطر الوباء، ذلك أن حمى الخوف من كورونا في سوريا مؤجلة لصالح حمى تأمين الحاجات الضرورية وخاصة من أفراد الأسر الفقيرة، في ظل غياب كامل للسيولة المالية الكفيلة بسد قيمة الاحتياجات الأساسية. المشهد اليومي في شوارع دمشق يخالف كل التوصيات للوقاية من فيروس كورونا، فازدحام خانق على سيارات توزع الخبز الذي تنتجه مخابز نظام أسد، وازدحام يتمسك بكورونا وينشره بدلا من إبعاده. في حالة من الفوضى لا يوجد من ينظمها. صحيفة الشرق الأوسط ذكرت في تقرير لها الارتفاع القياسي للأسعار في سوريا على ضوء وقوف أغلب الأعمال وعدم استطاعة السوريين تأمين حاجاتهم اليومية، وذكرت أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السوريون، وروت تفاصيل حياة بعض المواطنين في سوريا حتى وصل الأمر بالبعض ليشتري حبة من الليمون أو بيضة واحدة والتي وصل سعرها إلى 100 ليرة سورية. وفي سوق الخضروات وجوه بلا ملامح وأسئلة عن أسعار كل شيء من غير شراء أي شيء. في سوق الخضروات تسود الخيبة وحدها، وللمنظفات لها وجعها الخاص، فارتفاع سعر الكلور والكحول وكل مواد التعقيم مترافقا مع حالة هلع لا يوجد من يخفف منها أو يطمئن الناس إلى أن هذه المواد قد تتوفر مجانا أو بأسعار محمية في المنافذ الرسمية. وفي ظل كل ذلك يتجاهل النظام هذه الأزمة التي يعاني منها المواطن السوري، ولا يتخذ أي إجراءات تسهم بتخفيف وطأة وقوف العديد من المواطنين عن أعمالهم، بل على العكس من ذلك يقوم بخلق مشكلات جديدة لتضاف إلى سجل الآلام التي يعاني منها السوريون. وطبعا لفيروس كورونا تداعيات رياضية أيضا، يبدو أن ريال مدريد سيرضخ للإعصار الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا، حيث كشفت تقارير صحفية نية النادي مخاطبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لأجل حثهم على قبول تخفيض رواتبهم. لم يعد بإمكان نادي ريال مدريد الوقوف بوجه عاصفة كورونا اقتصاديا، فبعد تقارير عدة عن امتلاك النادي لاقتصاد قوي يسمح له بعدم تخفيض رواتب اللاعبين مثلما قامت أندية أخرى في إسبانيا وأوروبا،
لا سيما منافسه التقليدي برشلونة بدأت تلوح بالأفق إمكانية البدء بخطة مدريدية لتقليد ما فعلته الأندية الأوروبية من أجل التعامل مع الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وتبحث إدارة النادي تخفيض رواتب اللاعبين لمدة 3 أشهر من الآن كأفضل سيناريو ممكن لكل الأطراف في النادي. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن إدارة الفريق الملكي بدأت باتصالاتها مع اللاعبين لشرح مدى تأثر الوضع الاقتصادي للنادي الملكي نتيجة توقف النشاط الرياضي. وأكدت الصحيفة المقربة من نادي العاصمة سعي رئيسه فلورنتينو بيريز إلى تضحية يقوم بها جميع الأطراف لأجل تخفيف حدة التأثيرات، موضحة أن خسائر نادي العاصمة قد تتجاوز 150 مليون يورو في حال بقي الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الموسم. أما في نهفات كورونا لليوم يبدو أن الخوف من المرض انتقل من البشر إلى الكائنات الأخرى كعدوى إيجابية، حيث رصدت الكاميرات في غابة بأندونيسيا قردا ينظف يديه بشدة مقلدا من حوله البشر. نذكر بعناوين هذه النشرة الخاصة بكورونا. أرقام مفزعة في الولايات المتحدة وحداد في الصين وتفاؤل حذر في أوروبا. ترامب يقرر منع تصدير معدات طبية كانت مجدولة لكندا ودول في أمريكا اللاتينية. صحف إيطالية تشكك بمساعدات روسيا لإيطاليا و80% منها ليس لها استخدام يذكر أو عديمة الاستخدام. في لندن افتتاح مستشفى ميداني جديد بقدرة 4000 سرير لاستقبال حالات فيروس كورونا. في بريطانيا أيضاً وفي أقل من أسبوع طبيب مسلم رابع يفارق الحياة بسبب كورونا. تركيا توسع الفئة المشمولة بحظر التجوال وتمنع التنقل بين 30 مدينة. مصر تغلق معهد الأورام بعد تسجيل إصابات في طاقمه الطبي والسعودية تعزل 7 أحياء في جدة. في الكويت ليس الجميع حياة الفهد كويتي يقدم مبادرة إنسانية ويعفي مستأجرين من دفع الإيجار بسبب كورونا. في سوريا وبعد حملة نظام تشبيحية نأبر ببيتك تهديد بالشرطي يونس لمخالفي الحظر. الأذان يصدح في عواصم ومدن أوروبية للتخفيف من فوبيا كورونا. وفي سؤال وجواب سألنا ما مدى خطورة كورونا على الأطفال الرضع بشكل خاص. في الاقتصاد ارتفاع في الأسعار مع غياب السيولة لدى السوريين. أما في الرياضة ريال مدريد ينحني أمام عاصفة كورونا. وفي نهفات كورونا قرد يقلد البشر خشية
كورونا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرة أخبار كورونا، وقنا الله وإياكم شر هذا الوباء بأمان الله.